سعيد او اكتر لحظة سعادة عشتها؟
كنا ساكنين في بيت كبير في السيدة زينب. كنا نقعد أنا وولاد عمي طول اليوم نلعب وما نخش جوه البيت. بس بعد ما جيت كل واحد من عمامي بقى له شقة، واحنا رحنا سكننا في جيب مصر ما بلاش نتقابل غير في مناسبات وبس. ايه هي احلامكم اللي نفسكم تحققوها؟ الحقيقة يعني أنا ما توقعتش إن حد يعمل معايا حوار وكده يعني. أرد عادي يعني؟ بحلم. أنا آسف ما بحلمش. بحلم إن سمعت تاخد دوري. بحلم إن ألاقي بنت تزعجني. أنا ما بحلمش. أنا ما بحلمش. مش عارف هو أكيد بيبقى ليه أحلام كده يعني. بس بصراحة مش فاكر حاجة من دلوقتي. طب بص أنا ممكن أكون بحلم بحلم مخرج الفنان فتحي احمد، مخرج عرض ما بنحلمش. اهلا بيك يا استاذ فتحي والف مبروك. الف مبروك حضرتك. انا عايز اسالك عن الفرق ما بين النص الاصلي ما بنحلمش اللي كان كاتبه الحديني صح كده، وما بين رؤيه حضرتك والعرض اللي احنا شفناه النهارده. هو ان النص جالي جاهز، انا بدات ابص عليه كرؤيه مخرج في الحياه عموما يعني، فرغته يعني كل حاجه ليها منطقه. اذا كان مثلا في القهوه ابدا اخدم على المشهد ازاي، في مثلا حاجات مش متناسبه معاصرنا ده ابدا اغيرها. ورد بنات مثلا حاجات سيمبل جدا، هو مثلا النص بنات اخليه على قد الممثلين يعني، ببدا العب في الحاجات بتاعت النص نفسها يعني. هو انا من النقطه دي عايز اسالك على الممثلين، انت عندك مجموعه ممثلين، هل انت اضطريت تزود ادوار لان عدد كبير، ولا انت مثلا جبت ناس من بره الفرقه الاصليه، ولا عملت ايه؟ هو انا هرجع ورا شويه عن فكره الحلم. تمام. انا كان عندي حلم ان انا اكون فرقه مسرحيه. الفكره دي جات لي من خلال ان انا عن الحلم ده. خدت فكره الحلم ان انا كان عندي حلم اكون فرقه مسرحيه. عملت اكونت على الفيسبوك، عملت حساب وقلت للناس انا عاوز اعمل ورشه والناس تيجي تقدم دوت يعني. من خلال الورشه نقيت اهم العناصر، هم اتبقى ال 20 واحد دول. انا العرض اتمط عليهم يعني. العرض حصل له ستريتش. يعني انت اضفت ادوار؟ اضفت ادوار، اضفت كلمات يعني. كان في مثلا جدور لي جمله انا عملت له سيناريو تاني. خدته وعملت له حوارات ويعني العرض ما كانش كده اصلا يعني، احنا مطناه عملنا له ستريتش يعني زي ما بيقولوا، ظبطناه عشان يتناسب مع كل واحد، والحمد لله كل واحد طالع دوره كبير يعني، هو كل واحد ممارس دوره. نادية الشناوي احدى بطلات عرض ما بنحلمش، الف مبروك يا نادية على العرض. ربنا يخليكي، بجد انا فرحانه بوجودكم معايا، ويا رب تكونوا انبسطتوا النهارده. الحمد لله كله تمام. قولي لي يا نادية، ده العرض رقم كام ليكي؟ ده اول عرض مسرحي.
اول عرض مسرحي لي. بس مثلتي قبل كده في تجارب تانية؟ افلام قصيره كتير ومثلنا افلام كتير ومسلسلات كتيره، بس كان مسرح ده اول عرض. جميل، كلميني عن دورك في العرض يا ندى. بصي، هو الدور عامه وانت طبعا زي ما شفتي المسرحيه عباره عن لوح، مش نص معين، هو عباره عن لوح. انا بطلع في كذا لوحه. بالنسبه لي كان اكتر دور كان مميز او ما صح كان يشد الناس هو دور طبعا سوا وسميه اللي هو بيتكلم عن العنوسه. انا عباره عن بنت شقيه شويه، عندها كرامتها فوق كل شيء، وكانت مخطوبه لواحد ده ليه علاقات كتيره قوي. العلاقات دي يعني انا نفسي مش راضي عنها، فبالتالي اختي بتهاجمني او ما صح عايزاني اسايسه على كل حاجه واجي على كرامتي معاه. فطبعا انا لما جيت حسيت ان كرامتي هتداس عليها، فانا طبعا اعترضت، وبدات ان انا من كتر ما انا اكون متنرفزه في الدور او انفعلت معاها، حسيت ان انا مش عارفه بجد اتعامل معاها، فبالتالي بدات ان انا اقول كلام ملوش اي لازمه طبعا، او ما صح اجرحها انها عندها 35 سنه ولسه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش او ما جالهاش نصيبها. فده كان اكتر لوحه فعلا شدت انتباهي، حتى واحنا قاعدين على الترابيزه بنقرا الادوار دي، كانت اكتر لوحه انا اتمسكت بيها وقلت بجد فعلا انا لازم اعمل الدور ده، عجبني جدا. ايوه المايك يا فاضل البنات، معايا الفنان الجميل الصغنن. اسمك ايه؟ بيكو نبيل. بيكو يعني اسمك الحقيقي بيكو ولا اسمك؟ اسمي الحقيقي ابو بكر نبيل. ابو بكر نبيل. قول لي يعني انت عايزني اقول لك يا بيكو ولا ابو بكر؟ بيكو. ماشي يا بيكو. قول لي يا بيكو، انت اول مره تمثل؟ لا، انا عملت بطوله فيلم قبل كده. انت عملت بطوله فيلم؟ بطوله فيلم ايه؟ 25 فبراير سينما. وكان دورك ايه في 25 فبراير؟ انا دوري واحد كبير، ما كل الناس اللي عنده ماتت، ما انا بقى كأن انا وهو صغير. مين الكبير بقى؟ هو. لا اسمه ايه يعني؟ ممثلين معروفين؟ لا شيرين معروفين قوي يعني. محمد شريف. محمد شريف. طب ودورك في المسرحيه النهارده ايه؟ انا شحات. شحات؟ لا يعني ابن الشحات اللي هو الواد اللي طلع مطوه ده وقعد يعمل حاجات كده. قول لي انت جبت المنظر الصياع اللي انت عملتها دي منين؟ فرجت على مين يعني عمل كده؟ ايه
لا ده اخويا مؤلف يعني، ومطلوب مني في العرض اللي اعمل كده. اه بس انت عرفت تجيب الشخصيه دي منين يا بيكو؟ من اخويا. لا قوم يا حياتها عشان دي عادة بنات.
معايا محمود نبيل. ألف مبروك يا محمود، وكلمني عن دورك في العرض. أنا دوري الشاب، أولا الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا وقدمنا الحق اللي احنا عايزينه بعد تعب طويل. دوري في المسرحية دور الشاب اللي هو مش صابر ان هو ربنا يرزقه بشغل. أنا تعبت اللي هو التعب في كلية، بس اللي هو طبيعي دلوقتي بيخلص ما بيلاقيش شغل، هو دينا مقفلة في وشه. عندي دور تاني معاكس تماما، اللي هو الشاب التافه اللي مش شايل هم حاجه في الدنيا، مضاد للشخصيه التانيه خالص. احنا عايزين نقول للشباب حلمك موجود، طالما احنا بنحلم الحلم موجود، مش هيضيع ابدا منك. احلم، لو حلمك ضاع منك دور عليه، احنا كلنا بنحلم، حلمك ليك انت بس. انت حاسس ان انت لو قعدت مع حد من اصحابك يا محمود ممكن تقول له الكلام ده؟ يعني فعلا حاسس انها رساله خاصه لاصحابك اللي في الصاله؟ طبعا مش لاصحابي بس، لكل اي شاب شاف المسرحيه لازم يتمسك بحلمه. مفيش حاجه اسمها حلم ضاع مني، الحلم طالما انا بحلم موجود، ممكن يضيع منك بس هو موجود، ده ليا انا بس. انا مقتنع بكده 100%، الاحلام طالما احنا بنحلم بحلم موجود، بس انا مقتنع بكده بس. في اجزاء في العرض كانت خاصه بيك انت شخصيا بمحمود؟ يعني كمحمود مفيش حاجة متعلقة بشخصيتي أنا، على قد ما أنا حابب أن أقدم الشخصية اللي متواجدة كتير منها كشباب. الله، ما انت عايز ايه يا عم كبير؟ عاوز بابا.
الفنانة الجميلة رانيا فاروق، ألف مبروك على العرض، وكلميني عن دورك في العرض. الله يبارك فيك. أنا دوري في العرض إن بنت بتحلم إن هي تقابل فارس أحلامها، وإن هي نفسها تتمنى إن الناس كلها يعني تبقى كويسة مع بعض، ويعني أحلامها بسيطة مش أحلام كتير. يعني أنتوا عملتوا ورشة قبل العرض يا رانيا؟ عملنا ورشة قبل العرض بكتير، يعني بكذا شهر. يعني كم شهر تقريبا؟ حوالي 5 شهور مثلا. دي ورشة تمثيل؟ ورشة تمثيل مش كتابة يعني. تمثيل، وده أول عرض لينا وكده. معايا الفنان محمد متولي، أحد أبطال عرض ما بنحلمش. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك يا فندم. ألف مبروك، وكلمني عن دورك في العرض. الله يبارك فيكي. الأول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني العرض، دوري في العرض شاب عادي خالص بيحلم إنه يكون رئيس جمهورية. من ضمن الناس اللي هي الأحلام عندها ماتت، يعني من ضمن أصحابه الأحلام عندها ماتت، فهو بيحلم إنه يكون رئيس جمهورية. فبيقول حاجات بسيطة خالص إن إزاي الواحد يكون هيعمل إيه لما يكون رئيس جمهورية، يشوف البلد بأنهي وضع، هيعمل إيه مع الناس، يتعامل إزاي مع الناس. ده دور محب بس في المسرحية. أنت اشتركت في الورشة اللي عملوها في العرض؟ كنت معاهم في الأول خالص. تمام. ده رقم كام العرض؟ رقم كام ليك؟ لا، هو أول عرض خالص. أنا أول مرة تمثل في حياتك؟ مرة. طب إيه رأيك في التمثيل؟ رأيي في التمثيل، أنا على نفسي شايف إن العرض الحمد لله كويس. بعد كده رأيكم أنتوا بقى. لا، رأيك أنت في التمثيل إيه؟ حبيت التمثيل؟ لا الحمد لله، عاجبني أوي التمثيل أصلا، هي دي الهواية بتاعتي المفضلة يعني.